هلا يا مرحبا واهلا وحييتوا مثل ما بالفخر صرتوا ورديتوا هلا بعيال زايد والوفاء كله وطنكم قال كفيتوا ووفيتوا سلام الله عليكم واحد واحد اكيد نرسل اجمل التحايا والسلام اكيد لصقور المخلصين لجنودنا البواسل اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تشاهدونا من خلال اكيد قناة سما دبي وبرنامج حصن الاتحاد. بطولات في حب الوطن شهدناها بالأمس واليوم في العرض العسكري الثامن حصن الاتحاد من إكسبو 2020 دبي وسطر فيها أبناء زايد طيب الله ثراه وجنود خليفة حفظها الله ملحمة بطولية أثبتوا فيها الكفاءة والاحترافية والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة. نعم مشاهدينا الكرام كلنا شاهدنا العرض العسكري من الأمس واليوم أكيد بداية حصن الاتحاد 8 اللي شهده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هنا في إكسبو 2020 وتحديدا في جنوب إكسبو وهناك كذلك قرية ترفيهية مصاحبة لهذه الفعاليات. أنا نسيت أمسي عليك مساك الله بالخير يا سامية. مساك الله بالنور وسرورة في هذه التغطية الثانية الخاصة بالعرض العسكري الثامن لحصن الاتحاد اللي موجود في إكسبو دبي 2020 كان بالأمس اليوم العرض الأول واليوم متابعة للعرض الثاني مشاهدينا لهذه الملحمة البطولية واللي تجسد لنا الصورة القتالية الحقيقية لجاهزية قواتنا المسلحة ومثل ما ذكر عبد الله إلى جانب هذا العرض هناك قرية متكاملة لكل أفراد العائلة هي تراثية هي ترفيهية فيها معرض مصغر للقوات المسلحة وزملائنا وكاميراتنا موجودين هناك عشان ننقل لكم الصورة الحية والحقيقية بعد ما نشاهد مشاهدينا هذه اللحظات واللقطات بالنسبة للعرض العسكري حصن الاتحاد الذي أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا الأداء التكتيكي الرفيع اللي يعكس مستوى اللياقة البدنية والذهنية المتقدم لأفراد ووحدات القوات المسلحة موجها في هذه المناسبة تحية شكر وتقدير للقوات المسلحة بجميع أفرادها ومنتسبيها وضباطها لما تقوم به من أدوار وطنية سامية وما تقدمه من صور مشرفة في ميادين البذل والفداء. نعم تميز كبير لاحظناه في عروض اليومين الأول والثاني من ملامح الالتزام والانضباط سرعة ومرونة وكفاءة عالية مشاهدينا الكرام كلها كانت أمور تعكس قدرة القوات المسلحة على تنفيذ العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه وتعكس جوهرة القيم اللي ينبغي أن يتشبع بها كل مواطن حريص على دعم أمن بلاده. أكيد الكل يمكن شاف هذه اللقطات الجميلة وشاف جاهزية قواتنا المسلحة وهذا ما أكد سموه أن إسهامات القوات المسلحة لها كبير الأثر في جعل دولة الإمارات نموذجا عالميا للأمن والاستقرار لتكسب دولتنا بأمنها واستقرارها ثقة العالم الذي اختار أن تلتقي وفوده على أرضها يجمعهم هدف واحد وصنع المستقبل مشيرا إلى أن تلاقي 192 دولة في إكسبو دبي 2020 له تقدير كبير لدولتنا في قدرتها على توفير مستويات الأمن والسلامة لجميع المشاركين على مدار الست شهور. نعم عرض حصن الاتحاد جسد لنا الجاهزية العالية والقدرات الدفاعية المتطورة مشاهدينا الكرام التي تتمتع بها قواتنا المسلحة لبلوغ المستقبل المنشود لهذا الوطن اللي تسهر على أمنه وسلامته عيون لا تغفل وتحرص دائما بأن تكون هذه الدولة عامرة وهم كذلك منتمين لترابها والولاء لقيادتنا الرشيدة. نعم هذه الأجواء الجميلة نشاهدها للعرض اليوم الثاني عبر آليات البلر يأخذون مواقعهم تمهيدا لعملية تم فتح ثغرات باستخدام قاذف البنغلور وذلك تمهيدا للتقدم وتطهير المباني الثلاثة التي تقع
أمام الآن نشاهد تقدم فريق لواء الفرسان. نشاهد الآن فريق لواء الفرسان يتقدمون. قرية متكاملة تراثية ترفيهية عائلية مثل ما ذكرت مشاهدينا على هامش هذه الفعالية العسكرية، والدعوة للجميع والدخول مجانا، وأيضا هناك في مسابقات مقدمة من برنامج حصن الاتحاد. زميلتنا سالي السعيد وأيضا زميلنا أحمد الكتبي متواجدين للقائكم. نبدأ مع سالي، وأكيد راح تعرفنا اليوم على زاوية جميلة من هذا القرية، وأيضا إن شاء الله راح نشوف لقاءاتها والجوائز اللي راح تقدمها لعيونكم. مساء الخير يا سالي. فدمتم حماة لهذا الحما، ودمتم بخير على ما يرام. حماة البلاد حصون الوطن، دروعا تديمون فيه السلام. حماة البلاد عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. مساء العزة والشموخ زملائي في الاستوديو، وكذلك جميع متابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام. نحتفي اليوم لليوم الثاني على التوالي بالمسيرة المباركة لتمكين قواتنا المسلحة هنا في المنطقة الجنوبية من أكسبو 2020، وبالتحديد من القرية الترفيهية في أكسبو. مثل ما وعدناكم من أمس ونحن مكملين جوائزنا ومسابقاتنا، والحين نستقبل أولى مشاركينا لليوم. يلا نقول حياكم الله. يا حي الله من يانا، تفضلوا هني. أتعرف باسمك؟ شمة. يا هلا بشمة، من وين شمة؟ من الإمارات. حياك الله، من وين من الإمارات؟ من دبي؟ من أبوظبي؟ حياك الله، شو اسمك؟ زايد سلطان. زايد سلطان. حبيبي زايد، شو اخبارك؟ خير. لعبت اليوم ولا ما لعبت بعدك؟ لعبت؟ مستانس؟ جاهزين حق سؤالكم؟ أكيد؟ إيه. عطوني ألوان علم دولة الإمارات. أحمر. بعد؟ أخضر. أخضر. بعد؟ أبيض. بعد؟ أبيض. بعد؟ آخر لون؟ أبيض. أسود. أسود. يا جماعة صفقة 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 صفقة، برافو، سيروا سلموا جوائزكم من الأخ كرم. متسابقين اللي بعدهم تفضلوا تفضلوا. يا هلا والله بناتنا الحلوات، شو اسمك؟ الجوهرة. وانتي؟ فاطمة. شو رايكم في القرية؟ لعبتوا ولا بعد؟ لا. ما لعبتي؟ شو حابة تلعبين اليوم؟ بس طالع الكاميرا، شو حابة تلعبين؟ ما ما تعرفين من وين تبدين صح؟ شو أكثر شيء عيبك هني من الألعاب؟ بعدني ما جربتهم. بعدك؟ انزين، جاهزة تجاوبين على السؤال؟ انزين، عطيني اسم أكلة شعبية. لالي. برافو برافو، صفقة 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 صفقة. يلا سيري استلمي جايزتك. إذا مشاهدينا يعني الأجواء وايد حلوة، وأدعوكم أنكم تجون هني وتشاركونا الجوائز والمسابقات اللي بتكون على أرض القرية الترفيهية. مفتوح المكان للزوار إلى الساعة 10 مساء من اليوم، فحياكم الله، تعالوا شاركونا الفرحة. وهذا أبرز ما تحمله جولتنا. عودة لكم في الاستوديو زملائي. شكرا لك سالي، اكيد راح نرجع لك في الدقائق الجايه عشان نشوف مشاركين يعني يددوا. ما شاء الله جميل هذه المشاركه والفرحه يا عبد الله من اطفالنا في مشاركه القوات المسلحه هذه المبادره او الفعاليه العسكريه، وهم يعني لابسين هذه الازياء الوطنيه اللي تعبر عن فرحهم واعتزازهم بقواتنا المسلحه. نعم، حبا للوطن، واكيد دائما احنا نحب وطننا، اكيد عيالنا نبدا معاهم، اكيد هذا اللبس يعبر اكيد الكثير من الانتماء لهذا الوطن. ومثل ما قلنا يمكن هذه القريه اكيد موجوده اليوم، واكيد الدخول مجانا، الالعاب مجانا، الكل راح يستانس الكبار والصغار، وكذلك زملائنا متواجدين لتوزيع الجوائز القيمه، وتستحقون هذا الشيء. احنا مستمرين معكم من خلال اكيد برنامجكم حصن الاتحاد، وراح نتواصل معكم إن شاء الله من بعد هذا الفاصل، تابعونا.
هلا يا مرحبا وهلا وحيتوا مثل ما بالفخر من قلب أضخم حدث عالمي استثنائي اللي يعرض أنواع الثقافات وأروع الابتكارات وآخر التقنيات على مستوى العالم تحت سقف واحد، سقف إكسبو دبي 2020، واللي بنكون لنهاية هذا الشهر مشاهدينا 31 مارس أكملنا 182 يوم ورحلة سافرنا فيها افتراضياً وختمنا على جوازات دولة 192 دولة من حول العالم اجتمعوا جميعاً حيث تواصل العقول والصنع المستقبل. أجندة فعاليات إكسبو ما زالت ثرية ولو أن بدأ العد التنازلي لختام هذا المعرض الضخم، ولكن نحب نقول لكم ونطمنكم أن هذه الفعاليات ما زالت مستمرة بأعداد كبيرة على مستوى اليوم الواحد يتم تقديمه للزوار وأيضاً لمتابعين صفحات إكسبو دبي 2020. خلونا نقربكم أكثر إلى الفعاليات اليومية اللي نرصدها بشكل يومي لكل زوار إكسبو مع ضيفنا محمد الأنصاري نائب الرئيس للاتصال وهو المتحدث الرسمي بإكسبو دبي 2020. مساء الخير أخويا محمد، حياك الله ويانا. الله يخليك. حيانا نحن في قلب إكسبو اللي ما نبعد عنه وعلى هذه الفعاليات، وكل ما نحن نيك على مستوى إعلاميين ننبهر بكمية الفعاليات اللي تكون بادية من الصبح لحد الليل. حياك الله ومرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية يعني مثل ما قالت سامية، يعني أكيد الكل منبهر من أكيد إكسبو 2020 ويمكن فاقت التوقعات يعني أن توصل بهذا النجاح الكبير، والعالم اليوم كله في مكان واحد في مدينة واحدة في دبي وفي إكسبو. لو نتكلم عن هذه النقطة أكثر. طبعا في البداية وعد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حكم دبي العالم بإكسبو استثنائي، وقم دولة الإمارات بقيادتها وشعبها والمقيمين عليها واللجنة التنظيمية كانوا على هذا الوعد. اليوم إكسبو مثل ما تشوفون استثنائي بجميع جوانبه، ومن الجانب الأساسي هو عدد المشاركين الدوليين في هذا الحدث العالمي. 192 دولة تشاركنا في هذا الحدث الاستثنائي في ظل الظروف اللي مرت بها العالم والجائحة اللي مرت فيها، وإذا ضمينا إليهم مشاركة المنظمات الدولية فنحن نتكلم عن أكثر من 200 جناح هني في إكسبو. والمشاركة هذه ما كانت فقط من الجانب الوفود الرسمية ونوعيتها واستثنائيتها، ولكن أيضا من ناحية الزوار، فثلث الزوار جايين من خارج دولة الإمارات وجايين من أكثر من 185 جنسية. وإذا تكلمنا عن المتطوعين وهم يعني بالفعل قلب إكسبو، ولهم تحية شكر وامتنان على دورهم الفعال في إنجاح هذا الحدث. 60% من المتطوعين كانوا من دولة الإمارات، 40% منهم جاءوا من أكثر من 120 جنسية. ففعلا الإمارات اليوم جمعت العالم، كلهم اليوم متواجدين هنا في الإمارات وفي دبي بهدف خلق عالم أفضل للجميع. نعم حصدنا، وهذه أرقام يعني لو نرجع إلى لغة الأرقام بنتكلم، حصدنا على صفحة إكسبو 2020 دبي منذ الأشهر الأولى قرابة المليون متابع، إلى جانب اللي سجلناه أكيد من زوار قدموا إلى يعني بشكل مباشر إلى هذا المعرض، وهذا دليل على ترقب الزوار والمحبين لدبي وإكسبو دبي على المفاجآت وما سوف يقدم هذا المكان من فعاليات. وأنا أعتقد أن أجندة إكسبو دبي كانت ثرية وغنية بفعالياتها المتنوعة واللي تناسب كل الأذواق وعفواً الأعمار. فلو نتكلم بشكل يومي، كيف يتم تنظيم وتوزيع الفعاليات على مدار اليوم بحيث أن من كل الأعمار والجنسيات يلقون ذائقتهم في هذا المكان؟ طبعا مثل إذا نتكلم عن الفعاليات المتواجدة في إكسبو، نحن الآن ما يقارب 25,000 فعالية في إكسبو، فعالية رسمية في إكسبو بمعدل ما يقارب 148 فعالية رسمية في اليوم. طبعا هذه الفعاليات متنوعة مثل ما تفضلتي، فعاليات ترفيهية ثقافية سياسية اقتصادية وغيرها، وجابت يعني العديد
العديد من الزوار المختلفين لهذا الحدث. نعم جميل جدا، يعني احنا نقول من دخولنا لإكسبو احنا نشوف اصلا البنايات الموجوده، المباني والناس الموجودين، نستانس غير الفعاليات الجميله اللي موجوده. اليوم احنا في برنامج حصن الاتحاد، واكيد هناك عرض بجانب إكسبو اللي هو حصن الاتحاد، لو تتكلم عن الهدف من قيام حصن الاتحاد، عروض حصن الاتحاد للقوات المسلحه بجانب إكسبو 2020. طبعا الفعاليات تتزامن مع احتفال الدوله بعامها 50، 50 عام من النجاحات في كافه الميادين، نجاحات مختلفة، قمنا الكثير من قدمنا الكثير من الفعاليات والمناسبات التي تحكي قصص هذه النجاحات للعالم. واليوم أيضا رسالة شكر وامتنان لقواتنا المسلحة الباسلة على أن يكون هذا العرض بالقرب من إكسبو، لتحكي رسائل الفخر والاعتزاز ودور المهم والملهم الذي تلعبه القوات المسلحة في حفظ الأمن والأمان. نعم أستاذ محمد، إحنا قاعدين نشوف لقطات من العرض العسكري لحصن الاتحاد الثامن اللي كان طبعاً بالأمس واليوم. نعم هذا فخر كذلك. نعم. نشوف اليوم إكسبو شيء مميز واستثنائي، وكذلك اليوم نشوف هذا العرض اللي دائماً إحنا نترياه كل سنة نشوفه، واليوم متواجد هنا بجانب إكسبو 2020 دبي. لكن سؤالي عن فيما يخص تنظيم الفعالية، وكل فعالية هذا يساهم في إبرازها بشكل بصورة جميلة. بالأمس تكلمنا عن الميدانيين اللي شاركوا من الخدمة الميدانية في تنظيم هذه العرض العسكري من نوعه، ولكن بصفة عامة نحن نعلم هناك فريق في إكسبو باسم نبض إكسبو، هم فريق شباب متطوع بلا مقابل من مختلف جنسيات العالم متواجد بشكل يومي لخدمة الزوار إكسبو. فتحية شكر وتقدير لهم أكيد من قناتنا، ودنا أن نثني عليهم أكثر ونتكلم عن جهودهم اليومية لإبراز ونجاح كل فعاليات إكسبو. مثل ما بينت، رسالة شكر كبيرة للمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث، وأمر يثلج الصدر يوم ترى أن 60% من المتطوعين من دولة الإمارات و40% جاءوا من جنسيات مختلفة، كلهم اتحدوا على في رسالة واحدة، رسالة تقديم الأفضل، تقديم أمر استثنائي للزوار ورحلة مميزة في هذا الحدث العالمي. جميل جدا أستاذ محمد، وانت قاعد تتكلم يعني حين خلاص ما بجا شيء من عمر إكسبو، ويمكن استفادوا الكثير من الناس اللي كانوا متطوعين او الزوار استفادوا من هذا المكان، وقلنا خذوا يمكن خبرات كذلك، وهذا الشيء يمكن راح يسجل باكر في سيرتهم الذاتيه، ان كنت متطوع في إكسبو او كنت شغال بشغله معينه في إكسبو، يعني راح يزيدهم خبره. خلينا نتكلم اليوم واحنا مع العدد التنازلي، شو هل هناك مفاجآت وفعاليات راح تكون ان شاء الله في الايام الاخيره؟ طبعا كل يوم مفاجأة وكل يوم يوم استثنائي في إكسبو، مثل ما بينا أكثر من 148 فعالية تقام في اليوم في إكسبو، ولكن حبيت أنبه على نقطة مهمة في هذا الجانب. جرت العادة في تاريخ هذا الحدث الدولي أن تكون أغلب الزيارات وأقوى الزيارات وأكثر الزيارات في آخر أيام الإكسبو، فالكل يعرف أنه ما يبغي يضيع هذه الفرصة والفرصة الأخيرة له للوصول للحدث، فيأتون في آخر اللحظات. وفعلا نحن سجلنا أكبر عدد زيارات في فبراير، فهنا دائما نود ننوه بضرورة متابعة موقعنا الرسمي للتعرف على كل الفعاليات الحاصلة في إكسبو، وأيضا تنظيم الرحلة لهذا الحدث. المكان مثل ما تشوفون شاسع، الفعاليات متنوعة، والأهم من كل هذا أن تكون يعني بدراسة الرحلة لكي تستفيدون استفادة القصوى من هذا التجمع الإنساني الكبير. إكسبو دبي 2020 فخر لدبي وللمنطقة، وهو واجب أكيد على كل فرد إن كان متطوع، زائر، إعلامي، محب لهذا الحدث، بأن ينجح بإظهار الصورة الجميلة
والمبهرة اللي راح تشوفونها بشكل يومي ابتداء من قلب إكسبو لساحة الوصل اللي تتزين بالإسقاطات الضوئية الجميلة مع الغروب. ولكن رحلة إكسبو تبدأ مع بداية الصباح باستقبال الوفود الرسمية وأيضا مشاركة دولة الإمارات لكل دولة بيومها الوطني. فأعتقد باقي 25 يوم لين 31 مارس وما زالت أجندة إكسبو ثرية وراح تفاجئنا لآخر يوم من عمر هذه الرحلة الجميلة. شكراً أستاذ محمد الأنصاري على تنظيمكم الرائع، وأكيد شكر موصول ما ننسى للمتطوعين اللي وراء إنجاح كل فعالية. تواصلين أنا وعبد الله؟ نعم يعطيك الصحة والعافية. شكرا أستاذ محمد، إذا احنا متواصلين معاكم من خلال برنامج حصن الاتحاد. احنا راح نطلع لهذا الفاصل وبعد الفاصل أوعنا أحمد أوكي إذا راح نروح لأكيد القرية المصاحبة لحصن الاتحاد وزميلنا أحمد الكتبي متواجد هناك. أحمد مساك الله بالخير يا أحمد. رجعنا لكم مشاهدينا واسعد الله اوقاتكم بكل خير من على هذه الشاشه الجميله قناتكم المفضله سما دبي، متواجدين في هذه الفعاليات الجميله وفي هذه الاجواء، اجواء الفخر والعز، اجواء المحبه واجواء اللي تجمع العوائل، متواجدين في هذه القريه الجميله اللي تتضمن الاسواق الشعبيه وايضا الماكولات المتنوعه. هذه مثل ما تشاهدون مشاهدينا المحلات والماكولات الشعبيه، إن شاء الله ما نأخذ جولة فيها، ولكن عندنا الأسئلة وعندنا الجوائز، لازم نفرح جمهور هذا المكان الطيب. عندنا أحد الجنود ما شاء الله عليهم. السلام عليك. السلام. إيش حالك؟ الحمد لله بخير. إيش اسمك؟ معين. ونعم ونعم سبعة نعم. شو رأيك في الأجواء هذه؟ شو رأيك في اللي شفته؟ حلوة. ها؟ حلوة الحمد لله. والله؟ والله. شو شفت؟ شو اللي عيبك؟ شباب البوم. ها؟ شباب البوم. يا السلام عليك. شفت عرض الحصن؟ ايه. ها العرض العسكري؟ ايه نعم. شفته؟ شو نعم. سووا؟ كان يضار يموتون حرامية. يا السلام عليك. ها يعني شفت كل شيء؟ استمتعت أهم شيء؟ نعم. عينا أسألك سؤال ولا أعطيك جائزة بدون سؤال؟ جائزة يا سؤال. مع السؤال. إذا شو بتسمعني؟ أغنية لسان. لا مو لا البشي الحين شيء حلو، انت لابس دريس ما شاء الله، هذا الدريس الجميل عسكرية. يلا تسمعني. الله فويد وطن فيرس الدولة، الله فويد وطن فيرس الدولة، فويد وطن فيرس الدولة، فويد وطن فيرس الدولة. بسم الله عليك. شو اسمك انت تدري؟ حامد 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 حامد. ما شاء الله عليك حامد. ليش ما تضيق حامد؟ معصب انت علي؟ ها؟ لا. بعطيك جائزة؟ لا مش عصب. والله؟ استاهل صفقوا له، استاهل استاهل. هذا استلم الجائزة هذه الجميلة. تفضل. شكرا حامد. مشاهدينا راجعين وبعد ان شاء الله نرجع في هذه الأجواء الطيبة والجميلة. يعطيك العافية يا أحمد وما قصرت، وهذه الأجواء الجميلة اللي موجودة أكيد في حصن الاتحاد والقرية المصاحبة أكيد لحصن الاتحاد يا سامية. حبينا هذه اللقطات الجميلة والعفوية من الأطفال اللي يعبرون عن حبهم للوطن وانتمائهم لدولة الإمارات ولهذا العرض العسكري ومعنى هذا العرض وأهميته في حفظ الأمن والأمان لمنطقتنا لدولة أكيد الإمارات. لنا إن شاء الله عودة مرة أخرى لزملائنا في هذه القرية، ولكن نستأذنكم أنا وعبد الله في لقاء عفوا مع فاصل وراجعين لكم. مشاهدينا الكرام وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم حصن الاتحاد، واكيد في هذه الحلقه الخاصه ودبي ما زالت تبهر العالم ونحن لا نرضى الا بالمركز الاول، ونحن متواجدين اكيد في دوله الا مستحيل. دائما دبي فيها الاشياء الاستثنائيه، دائما فيها الجوائز القيمه كذلك. نشوف مهرجانات دبي للتسوق، الكل يتحدث عنها، العالم يتحدثون عن الجوائز المقدمه والفعاليات اللي موجوده فيها، وكذلك هناك عروض وفعاليات العيد وما شابه ذلك من الجوائز القيمه. واكيد المسؤولين عن هذه الفعاليات اكيد لهم كل الشكر والتقدير، واحنا نرحب بشخص
مهم جدا نقول عنه، وهذا الشخص اكيد اللي دائما نشوفه بالجوائز القيمه ودائما نشوفه على قناه سبا دبي، اكيد الاستاذ عبد الله اميري مدير اكيد الفعاليات، مدير اداره الحملات الترويجيه والصعوبات في مؤسسه دبي للمهرجانات والتجزئه. حياك الله ومرحبا بك معنا اليوم في اكسبو 2020. الله يحييك وشكرا على هذه الاستضافه ونرحب فيكم ايضا. حياك الله. لما نقول عبد الله الأميري صار اسم بارز وبصمة لفرحة الجمهور بالمسابقات وبالجوائز القيمة. اليوم نحن عندنا جوائز مقدمة أكيد من خلالكم لكل زوار قرية حصن الاتحاد، ولكن دوركم فعال في فرحة الجمهور على مستوى هذا 6 شهور في إكسبو. فآلية التعاون اللي بين مكتب المهرجان وإكسبو لإسعاد الناس بالمسابقات والجوائز. ولله الحمد، طبعا آلية التعاون في مختلف أرجاء دبي في كافة الفعاليات موجودة، وهذه أسس النجاح الموجودة في مختلف الفعاليات وأيضا الوجهات السياحية والاقتصاد والاستثمار والحياة المليئة بالسعادة في دبي. فبالتالي فعلا دائما التعاون مستمر وبناء بين كافة الجهاز وجهات، وخصوصا إكسبو وأيضا منظمي حصن الاتحاد. فبالتالي هناك تعاون مستمر في كيفية وآلية تنفيذ هذه الفعاليات وإطلاقها بتواريخها ومناطقها. ولله الحمد الجوائز موجودة في مختلف فعالياتنا، حتى في إكسبو 2020 أيضا حتى المتطوعين راح يتكرمون إن شاء الله كأفضل متطوع مشارك في إكسبو. فدائما نحن نتعاون مع كافة الجهات من مختلف القطاعات. نعم جميل جدا استاذ عبد الله. وانت تتكلم يمكن سؤال يقبال اي مشاهد يقول، يقولون يمكن اليوم لماذا اليوم دبي هي الاولى في الفعاليات؟ دبي دائما الاولى في الفعاليات ولله الحمد. طبعا دبي كانت سباقه في استقطاب الكثير من الفعاليات العالميه على مختلف السنوات، ولكن البصمه كانت موجوده في حضور فعالية إكسبو 2020. هذه المدينة التي بنيت خلفنا ما شاء الله ونحن في أحضاننا اليوم مدينة طبعا جبارة في مختلف فعاليات، أكثر من 200 فعالية تقام في إكسبو بشكل يومي وبشكل مستمر، مئات الآلاف من الزوار ولله الحمد، يمكن آخر رقم 16 مليون، ولكن توقعاتنا فوق 20 مليون إن شاء الله زائر في هذه طبعا العجوبة يمكن نقولها في تنظيم الفعاليات. يمكن إكسبو غير مفهوم الفعاليات في دبي اليوم بمختلف طبعا الجهات والدول المشاركة أيضا فيها، فتقدم عروض وفعاليات عالمية طبعا تستقطب. يمكن أحضر برنامجكم الصباحي أيضا هناك عدة عروض وفعاليات مصاحبة للبرنامج، فالمفهوم تغير، ودبي لطالما كانت الأولى وستبقى الأولى إن شاء الله في استقطاب هذه الفعاليات، لأنها يعني رسخت الكثير من المفاهيم الموجودة في الفعاليات باستقطاب فعاليات عالمية. المدينة الآمنة، المدينة التي عادت بقوة بعد الجائحة وفي غضون الجائحة لم تتوقف فعلا فعالياتنا في مختلف أرجاء دبي. نعم. المركز الأول يعني طبعا دائما. الفعالية الحالية المقامة ومصاحبة للعرض العسكري حصن الاتحاد، تنظيمكم لقرية حصن الاتحاد وكاميراتنا موجودة، حابين نروح أكيد مشاهدين هناك ونشوف فرحة الأطفال وأيضا الزوايا اللي تم تنظيمها من قبل مكتب المهرجان مع زملائنا. خلونا نراويكم جمال هذه القرية اللي ما شاء الله مزدحم اليوم من العوائل. منو معانا؟ أحمد، أحمد الكتبي تفضل. حياكم مشاهدينا، رجعنا لكم في هذه الأجواء والفعاليات والاحتفاليات الجميلة في إكسبو، بالتحديد المنطقة الجنوبية من إكسبو، هذه القرية الجميلة اللي نظمتها حصن الاتحاد من القوات المسلحة، ويانا هالذيابة هذه. السلام عليكم، تعالوا تعالوا. السلام عليك. عليكم السلام. شو اسمك؟ حمدان. حمدان ونعم يا حمدان، شو حالك حمدان؟ الحمد لله بخير. حمدان شو رأيك في الأجواء؟ شو رأيك في اللي تشوفه حينه؟ حلو. زين. حضرت العرض العسكري؟ ايه. ها؟ ايه. شو رأيك؟ زين. زين؟ ايه. يوم تكبر تدخل الجيش؟ ايه. ها؟ ايه. شكرك أنا، يا سلام على هذا الزق جميل. حمدان أنا بسألك سؤال وبعطيك جائزة. اوكي. مستعد؟ ايه. زين يلا خذ نفس. ايوه يعطيك العافية. الحين أسألك سؤال سهل جدا وبساعدك إن شاء الله. اوكي. زين؟ زين. جاهز؟ ايه. السؤال يقول:
شلالات تتحدى الجاذبية في أكسبو 2020. شو اسمها؟ بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل أو بين تيرا والجناح الإماراتي؟ والله ما أعرف، بس كنت بسيرة بس ما أقدر. ما صرت أكسبو؟ لا صرت. ها الحين السؤال يقول، اسمع بعطيك سؤال ثاني، يقول حديقة تطير في سماء أكسبو يطلق عليها ميركل جاردن ولا حديقة الثريا؟ اختار ميركل جاردن ولا حديقة الثريا؟ حديقة الثريا؟ صدق؟ تأكد؟ لا ثاني اللي قلته، حديقة الثريا ولا حديقة الثريا؟ حديقة الثريا. ايه؟ مبروك، تستاهل، صفقوله صفقوله، تستاهل بالفعل حديقة الثريا. عطوا وين الجائزة؟ عطوا الجائزة، استاهل. تفضل تفضل، بعدنا مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه الأجواء. منو عندنا هني؟ منو من الذيابة عندنا؟ تعالوا قربوا، تعالوا تعالوا تفضلوا، تعال. هذا راعي الطير، راعي الطير هني. السلام عليك. عليكم السلام. ايش حالك؟ خير. وينقل الطير من هناك عشان طال عمرك المشاهدين يشوفون الطير. بيض الله وجهه. مشاهدين مثل ما تشوفون الطير والريال هذا الصقار ما شاء الله عليه. السلام عليك. عليكم السلام. شرف اسمك؟ سعيد محمد الهندي. والله ونعم سعيد. وش حالك؟ خير الحمد لله. شو سويت في هذه الأجواء؟ ما والله ما سوينا شيء، نعطي حق الطيور الناس نوزع، يعني نعطيهم يشلونا. نعم توريهم الثقافة هذه الطيبة والجميلة. ها نعم. يعطيك العافية. العافية. ريال هاوي الطيور وهاوي القنص. شو الطير هذا؟ والله ما أدري. ها مادري. لا لازم تعطينا معلومات عقب عنه، بعد ما نخلص إن شاء الله تعطينا معلومات عنه. يعطيك العافية. أسألك سؤال الحين. ها هي. بالجائزة زي. أكيد؟ أكيد. خلوا المشاهدين يشوفونك زين. يلا السؤال يقول، السؤال يقول جناح تيرا في أكسبو 2020 نموذج استثنائي للأبنية صفرية الطاقة مئوية الطاقة. صفرية الطاقة. صفرية الطاقة. أكيد. إيه. آخر كلام. إيه. خلوا المشاهدين يشوفون الطير. يا سلام يا سلام، قلت لي صفرية الطاقة. إيه. آخر كلام. آخر كلام. مبروك، استاهل، صفقوله، استاهل بالفعل صفرية الطاقة. الجواب صحيح وعطول جائزة، استاهل. سنستلم جائزة وبيض الله وجهك يا سعيد. مشاهدينا بعدنا مستمتعين وياكم في هذه الأجواء الطيبة والجميلة، لكن بنرجع وبعدها بنرجع لكم مرة أخرى في هذه الفعاليات. تحياتنا لك يا أحمد الشحي ويعطيك الصحة. أحمد نعم الكتبي، تحياتنا لك ويعطيك الصحة والعافية، وشكرا لك على أكيد تواجدك هناك. وإحنا ما زلنا أكيد مع هذه الفعاليات اللي موجودة لأكيد حصن الاتحاد، ومثل ما شفتوا القرية المصاحبة لحصن الاتحاد. يمكن عبد الله نرجع مرة ثانية ونتكلم عن إحنا مثل ما شفنا يمكن أحمد متواجد وسالم متواجدين في هذه القرية الجميلة والفعاليات الجميلة. أنا يمكن سؤالي شوية بلف وبدور فيه شوية، نقول حصن الاتحاد اليوم هي فعاليات عسكرية، واليوم في تعاون بينكم وبين حصن الاتحاد القوات المسلحة، لو تكلمنا عن هذا التعاون والقرية أكيد اللي شفناها. طبعا قرية حصن الاتحاد هي جزء من الفعاليات الموجودة في الأمور العسكرية، فبالتالي تبين طبعا بدورها الجهود المتواصلة وإلى ما وصلت إليها الأمور العسكرية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم ما شاء الله طبعا هذه الأمور من ضمنها الدرون الموجود، الأجهزة المستخدمة في طبعا مختلف الأمور العسكرية. اليوم الفعاليات صارت طبعا موجودة لمختلف شرائح المجتمع، أطفال متوسطي العمر وكبار السن، فبالتالي فعلا حصن الاتحاد يجسد مفهوم تغيير طبعا صورة الفعاليات اللي تكون متوفرة بين أفراد المجتمع ككل. اليوم ما شاء الله استقطاب الجماهير في حصن الاتحاد أو مدينة الاتحاد مثل ما تشوف مجانية لمختلف شرائح المجتمع، يقدرون يزورونها، هناك منصات للجلوس والتعرف على الأمور العسكرية والأجهزة الموجودة مثل ما نشوف في الشاشة، هناك طبعا آلات ومعدات عسكرية يمكن الكثير من مختلف شرائح المجتمع لا يعلم بها ولكن موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الطرق المستخدمة والتي تغيرت وغيرت هذا المفهوم ما شاء الله تكون متاحة أمام الجمهور. يمكن رصدنا بعض طبعا تجهيزات
وانطلاقة فعاليات حصن الاتحاد فعلا هناك شيء مبهر، هناك شيء طبعا ما لا تتصوره الأذهان بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمور العسكرية وفي الطرق والأساليب التي تعتمد والأفكار الموجودة لتطبيقها طبعا في السنوات القادمة. ومثل ما نشاهد أكيد مشاهدين الآن على الهواء أن سماء إكسبو يتزين بهذه الألوان الجميلة من الألعاب النارية، دليل أن دبي وجهة سياحية عالمية على مدار السنة، غير مرتبط اسم دبي بفعالية أو موسم معين. الزائر لهذا الحدث الضخم والاستثنائي والذي بدأ في العد التنازلي لختام هذا المعرض، فرصة أن يأتي هو وعائلته ليلاقي أكيد ذائقته وكل الفعاليات اللي تناسب كل يعني شرائح والأعمار. وما ننسى شريحة كبيرة من الناس يجون خصوصا في العطلة للحفلات الغنائية والليالي الخالدة اللي نشهدها بشكل مستمر. صحيح. هل دائرة السياحة وإكسبو في تعاون جميل بينهم لإحياء هذه الاحتفالات، وهل من قادم إن شاء الله؟ أكيد أكيد الكثير من القادم إن شاء الله. دائما دائرة الاقتصاد والسياحة طبعا تجسد كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من جعل إمارة دبي المفضلة عالميا في السياحة والاقتصاد والمدينة الأكثر أمانا للحياة والعمل فيها. فبالتالي فعلا دائرة الاقتصاد والسياحة طبعا متجهة لهذا المنظومة، وأيضا هناك الكثير من طبعا مختلف شرائح المجتمع من زوار وسواح يأتون لأول مرة إلى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء، ومن ثم طبعا الفكرة الثانية تكون تراودهم دائما هي البقاء طبعا والاستقرار في هذه المدينة وهذه الدولة، الدولة المعطاة دولة الإمارات العربية المتحدة. تعاون مستمر، تعاون بناء، نعم، حفلات غنائية مستمرة لين آخر يوم إكسبو إن شاء الله. طبعا شاهدنا في آخر يومين ويا أخوي عبد الله حفلات غنائية يحييها الفنان طبعا ميحة حمد وأيضا فايز سعيد، وهناك الكثير من الحفلات الغنائية. الجميل في إكسبو أنه اليوم يجسد مختلف شرائح المجتمع ومختلف الجنسيات طبعا على مستوى العالم، فبالتالي الحفلات الغنائية تستقطب كافة جنسيات الموجودة في العالم بمختلف شرائحها ومختلف ومختلف لغاتها أيضا. إذا نشهد طبعا قناة إكسبو التي انطلقت مع إكسبو تختص في كل دولة، وزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة الدول الموجودة في إكسبو تعطي طابع خاص لطبعا مكانة الإمارة عالميا على حد سواء، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، يعني احنا شفنا يمكن نقول في إكسبو 2020 مش بس الفنانين العرب أو الإماراتيين، كذلك الفنانين الأجانب والعالميين يتواجدون في هذا المكان، والكل دائما احنا ننتظر نقول من الفنان اللي عقبه راح يكون نتابع هذه الأشياء. اليوم التسهيل اللي موجود في دبي دانت الدنيا، اليوم حتى فعالياتكم نقدر نشوفها إلكترونيا، انتم سخرتوا هذا الشيء وسهلتوا على المشاهدين او على الزوار انهم يوصلون لفعالياتكم من التسخير الإلكتروني، يتكلم عن هذا الشيء اكثر. طبعا كنا سباقين ولله الحمد نحن في اطلاق منصات إلكترونية خاصة في مختلف الفعاليات ومختلف الأقسام الموجودة في دائرة الاقتصاد والسياحة. إذا تتكلم عن الصعوبات فعلا تحولت إلكترونية ولله الحمد، يمكن زمن الجائحة من سنتين كنا جاهزين وفعلا ما توقفت أي فعالية عندنا في دائرة الاقتصاد والسياحة، ومن ضمنها في مؤسسة المهرجانات والتزيئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والاقتصاد في دبي. فبالتالي طبعا المنصات الإلكترونية موجود، الفعاليات أو جدول الفعاليات أعزائي المشاهدين موجود دائما طبعا، ويطلعكم على الفعاليات الموجودة في دبي والقادمة أيضا في مختلف الشهور في السنة القادمة. فكالندر دبي ولا جدول الفعاليات الخاص في دبي موجود على الموقع الخاص لدائرة السياحة والاقتصاد، وأيضا على visitdubai.com موجودة كافة فعاليات موجودة في دبي على مختلف الشهور طوال السنة نطلقها، وأيضا بتعاون مع إكسبو هناك عدة فعاليات
موجودة وعدة طبعا جداول يتم طرحها يوميا بشكل متكرر وشكل خاص تعلن فيها الفعاليات الموجودة وأيضا الحفلات الغنائية الموجودة في جميع أرجاء البلد. الزميلة والإعلام السيدة عبد الله أميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كسبناك اليوم ضيف وأنت أكيد من هالبيت في الحديث عن كيفية الترويج لدبي كوجهة عائلية وأيضا التعاونكم الكبير مع إكسبو في إنجاح كل الفعاليات المقامة على عمر إكسبو لنهاية 31 مارس. شكرا لك وجودك معنا. شكرا لكم وطبعا هذا شرف لي، وأيضا طبعا نشكر الشريك الإعلامي لإكسبو 2020 مؤسسة دبي، مؤسسة قنوات دبي على حد سواء طبعا على هذه التغطية وهذا الدعم اللامحدود في مختلف الفعاليات وخصوصا إدارة الاقتصاد وسياحة دبي. شكرا لك عبد الله، يعطيك الصحة والعافية. إذن أنا وسامي أكيد ما زلنا مستمرين معاكم وزملائنا أكيد كذلك متواجدين في الميدان، راح نتواصل معاكم ولكن من بعد هذا الفاصل، تابعونا. صورة جميلة لقلب إكسبو، ساحة الوصل وهي أكيد مضيئة بهذه الإسقاطات الضوئية الجميلة والفعاليات. بالفعل دبي وخصوصا بالليل مدينة أخرى وعالم آخر، أتى العالم هنا وانضموا تحت سقف واحد إلى 31 مارس. أكيد الدعوة متاحة ومفتوحة للجميع لزيارة هذا الحدث الاستثنائي والعالمي الضخم لزيارة كل الأجنحة العالمية المشاركة، 192 دولة أتوا للمشاركة في هذا الحدث العالمي. واليوم احنا حديثنا كان عن العرض العسكري اللي بدأ يوم أمس، ولكن هناك في قرية ترفيهية وتراثية وأيضا عسكرية مصاحبة إلى جانب هذا العرض عبد الله. نعم أكيد عرض جميل شهدناه خلال اليومين أكيد لقوات المسلحة وحرس الرئاسة وكذلك تعاون مع شرطة دبي وجنودنا البواسل، شفناهم أكيد القدرة القتالية عندهم. احنا متواصلين معاكم مشاهدين الكرام وكذلك القرية والفعاليات اللي موجودة فيها لقرية حصن الاتحاد، راح ننتقل هناك وأكيد الزميلة سالي سعيد متواجدة هناك. سالي لك الميكروفون، تفضلي يا سالي. حياكم الله من جديد زملائي في الاستوديو ومتابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ما زلنا مستمرين بمسابقتنا وجوائزنا هنا في القرية الترفيهية التابعة لعرض الاتحاد، عرض حصن الاتحاد الثامن في إكسبو 2020، وخلونا نستقبل متسابقينا. يلا تفضلي، حياك الله. هلا بالحلوة، شخبارك؟ بخير. خبريني شو اسمك؟ شيخة راشد. عاشت الأسامي شيخة. شو لعبت اليوم؟ لعبت دراجات. عيبتش اللعبة؟ هي وايد وايد ما شاء الله عليك. زين جاهزة تجاوبين السؤال؟ هي انزين شو نسألك يا شيخة؟ عطيني اسم طيران في دولة الإمارات. طيران طيران الإمارات. برافو عليك، تقدرين تسلمين جائزتك من الأخ كرم معانا بعد. تفضل تفضل ويانا، معانا سبايدر مان يا جماعة. حي الله سبايدر مان، اقرب، حياك. شخبارك؟ الحمد لله. طالع الكاميرا طالع الكاميرا، شخبارك؟ تمام تمام. انت سبايدر مان؟ انت سبايدر مان؟ ايه. اكيد متأكد؟ انزين عطيني اسم شارع في دبي. شارع بالدبي. شارع في دبي. شارع في دبي. شارع شو؟ شارع جميرة.
زفتار زميرة. أكيد إجابة نهائية؟ صفقوا لها يا جماعة، صفقة صفقة صفقة. تروم تستلم جايزتك، تفضلي ويانا. شخبارك؟ خير. شو اسمك؟ شيخة. عاشت الأسامي. أنت جاية في رحلة مدرسية؟ إيه. أي مدرسة؟ مدرسة دبي الحديثة. ما شاء الله، حياكم الله. شو حبيتي اليوم في القرية الترفيهية أكثر شيء؟ الألعاب. الألعاب؟ أي لعبة أكثر شيء حبيتيها؟ النطاطية. النطاطية، يعني تنصحين كل اللي يتابعون يون ويستمتعون بالأنشطة الموجودة هنا؟ نعم. إنزين، جاهزة للسؤال؟ عددي لي الإمارات السبعة. أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة والفجيرة. ما شاء الله عليك، صفقة صفقة يا جماعة، يلا يلا صفقة. تسلمين جايزتك من الأخ كرم. إذن مشاهدينا، هذه كانت الأجواء الموجودة هنا، ومثل ما تشوفون أنا موجودة بالأمام من أكشاك الطعام. خلفي ما شاء الله تشوفون الأعداد مزدحمة ومكتظة، والجميع مستمتع بهذه الأنشطة الموجودة هنا، وعلى رأسها طبعاً أكشاك الطعام بالمطاعم المختلفة والمشاريع المختلفة الموجودة هنا. والأنشطة هني في مدينة الترفيهية التابعة لعرض حصن الاتحاد الثامن، يعني التنظيم كان أكثر من رائع، والجو أكثر من رائع، والجمهور أكثر من رائع، ومسابقاتنا كذلك مستمرة وكانت وياكم على مدى يومين. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. نعود لكم في الاستوديو، هذا أبرز ما نحمله إليكم في جعبتنا اليوم. عودة لكم زملائي في الاستوديو. حياتنا لك يا سالي، ويعطيك الصحة والعافية وهذه الأجواء الجميلة والرائعة أكيد هنا بجانب أكسبو 2020 وفي قرية الخاصة لحصن الاتحاد. ومثل ما قلنا لكم مشاهدين الكرام، كان الدخول مجانا، حتى أي عائلة تزور هذه القرية حصلوا على أكيد تذاكر مجانية لدخول أكسبو 2020، وكذلك بالإضافة يا سامية للألعاب. نعم، ولفتتني الطفلة الأخيرة المشاركة أنها جاية في رحلة مدرسية، وهذا دليل أن إكسبو صار يعني وجهة يعني مدرسية جديدة انضافت لوجهات الأخرى اللي موجودة في دبي. فبالفعل كثير من المبادرات اللي تم إطلاقها مع بداية عمر إكسبو اللي تناسب أعمار الأطفال والطلبة والطالبات، فهذا الشيء جدا مهم من الناحية التعليمية. الكل يستأنس أكيد من خلال تواجده في هذا المكان الاستثنائي. إحنا نقول لمشاهدينا الكرام شكرا أكيد للقوات المسلحة على حصن الاتحاد والأجواء الجميلة والرائعة، شكرا لإكسبو 2020، شكرا لدائرة الاقتصاد والسياحة ومركز دبي التجاري على تنظيم القرية الترفيهية بمناسبة العرض العسكري حصن الاتحاد. وكذلك يا سامي تشكري منه. حابة أشكر أكيد جامبو لتقديم الجوائز في مسابقات قرية حصن الاتحاد، وأيضا الشكر موصول لزملائنا أحمد الكتبي وسالي سعيد اللي نقلوا لنا الصورة الجميلة وفرحة الأطفال في هذه القرية، إن كانت عسكرية وكانت يعني عائلية من الدرجة الأولى. ونتمنى نحن وفقنا مشاهدينا في تغطية برنامج حصن الاتحاد على مدار يومين، وغطينا لكم هذه الأجواء الجميلة الموجودة في هذا الحدث الاستثنائي الضخم اللي إن شاء الله مستمر بفعالياته الكبيرة ومبادراته اليوم 31 مارس. فالفرصة موجودة، ولا تفوتون زيارة هذا المكان الكبير اللي راح يعني نزعل إن راح نودع هذا المكان الجميل. شكرا لكم، هذه تحياتي سامية وعبد الله، وأكيد منتجتها البرنامج رفيعة الحمادي والمخرج سلطان عرفة وكل الفريق. نشوفكم على خير ومع السلامة.